السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، تقبل الله اعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل. وصلنا الى الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك. التقينا وياكم خلال ثلاث حلقات، واليوم الرابعه نودع بها شهر رمضان ان شاء الله. ندعو من الله ان يحسن عاقبتنا وعاقبتكم. الاسبوع القادم سوف يعاد برنامج بخدمتكم في يوم السبت في الساعه 9 مساء. من عنده مشكله، من عنده استفسار، ممكن يتواصل ويانا في ذات الحلقه على الهواء مباشره. راح نرجع نعاود اتصالاتنا والمواطنين لعدة اتصال، لعدة إشكالية، ممكن راح يتصل بنا اليوم أيضا على أرقام اللي راح تكون أسفل الشاشة. شنو حلقتنا لهذا اليوم؟ حلقتنا هي خاصة حول الحماية الاجتماعية. هذا الموضوع اللي هو ديدن كل الناس الفقراء اللي تحت خط الفقر. بنروح نشوف بالشارع الناس اللي تجمع قواطي، الناس لتطرق أبواب المنازل تدعو لها أن تأخذ مبلغ بسيط من المال. هاي تحتاج إلى يعني رعاية خاصة وحماية خاصة أيضا. يعني هذه الطبقة وين تروح إذا الحكومة ما تتجه إلى خدمتها؟ تعرفون يعني كل بلدان العالم، كل المجتمعات، هناك ثلاثة طبقات. الطبقة ما دون تحت خط الفقر، والطبقة الوسطى، والطبقة البرجوازية. الطبقة العليا اللي عليا يعني أصحاب أعلى المناصب في الدولة، إحنا نسميهم الطبقة العليا. بس يمكن ضيفي وضيفتي هتقول لا، إحنا ما عندنا طبقة عليا إحنا. لكن أكو ناس وصلت إلى مرحلة تضخم بالأموال بسبب الفساد، وصلت إلى مرحلة أن يكون طبقة برجوازية. يعني خابر ابنه يصرف من الموبايل 4 مليون ويقول والله ابني بسبب خطأ فلان صرف 4 مليون كارتات من الفاتورة. على العموم هذه أسباب اللي جعلت من المجتمعات إلى أن تتحول إلى مجموعة طبقات، طبقة المنعدمة تماما والمتوسطة والبرجوازية. فموضوعنا هو الحماية الاجتماعية، بابين بتسليط الضوء على هاي الطبقة اللي هي فعلا محتاجة إلى عدة حلقات لتكثيف الصورة. يعني وجهة نظر البعض يقول إذا إحنا كثفنا عليهم الأموال وشملنا عدد كبير وأغلبيتهم هم شباب، وتعرفون بالعراق نسبة الشباب 65%، يعني بما معنى أنا خليته مجبر أن يكون عاطل عن العمل، يقعد شاب ما عنده شيء وياخذ حمايه راتبه يوصل كذا مبلغ وقاعد بالبيت، شو له مو بالضروره يشتغل. احنا ليش بنسوي المشاريع؟ لا فسالت الضيفه هسه اللي راح نعلن عنها، وضحت الفكره، واكو هناك اجوبه لكل التساؤلات اللي عندي وعندك انت المتلقي اللي شفته من خلال الشاشه. حتى قبل ان نستضيف ضيفتنا ونعرف بها، يا ريت ان نضع ارقام الهواتف حتى ممكن، لان هي الضيفه طلبت ان يكون ارقام هواتف. قال انا مستعده اجاوب كل الاخوه المتصلين بخصوص الحمايه الاجتماعيه. اليوم نرحب بالدكتوره سناء الموسوي، مستشاره رئيس الوزراء لشؤون الحمايه الاجتماعيه. شكرا جزيلا حضرتك على الوقت. اشكركم، اهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. وشكرا على استضافتنا، ونشكر مشاهدي قناه الايام ايضا على الاستماع والمشاهده. احسنتم، جزاكم الله خير. طبعا دكتور علوية سناء، كلمه اللي ما يعني ما اول مره يشوفها على الشاشه، هي خارجه طلعت على الشاشه اكثر من مره بعنوان عده عناوين، بدتها من عنوان عضو مجلس محافظه النجف الاشرف، ومن ثم عضوه مجلس النواب اعتقد لدورتين، ومن ثم الى رئيس هيئه حمايه الاجتماعيه، ومن ثم الى مجلس الوزراء، عفوا رئاسه الوزراء بعنوان مستشاره رئيس الوزراء، وذلك يعني تعدد مهامها الوظيفيه في دوائر الدوله ومعرفتها وحضورها. شاهدتش قبل ايام علوية سناء بلقاء وانت تزورين كبار السن.
وهذا ما أثار يعني تعاطف الناس مع لقائك وياهم، وأكيد هذا نابع من بيتك وعملك الدؤوب بقضية الخدمة. وبالإضافة هذا الشق، الشق الثاني أعلنت عن نفسك أنت من ضمن قائمة أبشر يا عراق المجلس الأعلى. البعض المسؤولين يتحاشى أن يذكر اسم حزبة أو اللي ينتمي إلى، يقول لك خاف الناس ما تحبني، خاف الناس ما تريدني. هذا الشق قدرت تجاوب عليه في بداية الحلقة. أشكركم شكرا جزيلا. يعني احنا كلفنا دولة الرئيس بزيارة دار المسنين، الاستماع إلى احتياجاتهم وطلباتهم، وفعلا بعد ما التقينا بهم مع دولة الرئيس على مأدبة إفطار واستمعنا إلى بعض الاحتياجات انتقلنا إلى دار المسنين. قد نعم. هذا نموذج، يعني إن شاء الله تكون لنا زيارات لكل دور المسنين بكل محافظات العراق. اللي زرناه بدار المسنين وجدنا نعم. آبائنا وأمهاتنا بعد عمر طويل لمن ربى وكبرى وتعبى في ظروف العراق الصعبة. العراق ظروفه صعبة، مو مثل احنا يعني الحمد لله ظروف نعم. أفضل وصار تطور. عفوا نرجع بس خلنا نذكر الدكتور السنة بأنه احنا على الهواء مباشرة الآن في برنامج بخدمتكم، اللي يحب يتصل وعنده إشكالية أو استفسار بخصوص الحماية الاجتماعية يتصل على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. ما زلنا في برنامج بخدمتكم على قناة الآن. تفضل. عفوا دكتور. تعرفون الظروف اللي مر بها البلد، الظروف الصعبة، يعني أكيد عانوا الآباء والأمهات في مسيرتهم الحياتية والمعيشية نعم. اليوم احنا نجدهم في دار المسنين. دار المسنين الحكومة بهذه الامكانيات، لكنهم يحتاجون رعاية أفضل وأكثر واهتمام أكثر. تألمنا كثيرا لترك أبنائهم، ترك الآباء في هذا العمر والأمهات، بعض الحالات مرضية، يعني مجرد أنه انبترت رجل أحد الأمهات نتيجة إصابتها بالسكري فرموها بدار المسنين، أو شلل دماغي، وهكذا من هذه الحالات اللي شاهدناها مؤلمة حقيقة. وبالتالي عندما أنا ناشدت وزير التربية وزير التعليم العالي، لأن بهذا الانفتاح بهذا التطور أولا نخاف على شبابنا فعلا. يصير عندهم حالات عقوق الوالدين حسنتي. ونخاف على أهلنا أمهاتنا وآبائنا أنه في قد مرور الأيام ومرور السنوات نحتاج إلى دور من المسنين حسنتي. لكنه إحنا شعب العراقي أصحاب غيرة، نتأمل أنه هذه الحالات نعالجهم ما تبقى يعني مستمرة بهذا العدد. نحاول اللي مقطوع النسل المفروض يجي لهذا دار الإيواء، بس اللي عدى عائلة المفروض يبقى في عائلته إلى آخر أيامه بالحياة. استمعنا إلى مطالبهم إلى احتياجاتهم، انقلناها بكل أمانة وبشفافية مكتوبة إلى دولة الرئيس، والأكثرية وافق عليها، صدرت موافقة بتجهيزاتهم بالملابس، تجهيزاتهم بالجوانب الطبية والعلاج، بالإضافة إلى المستلزمات والدعم اللوجستي. البعض طلبوا يردون يكملون دراستهم هم من دار المسنين، البعض يريد يمارس هواياته، يعني كل الأمور والاحتياجات السيد رئيس الوزراء وافق عليها، وأيضا شمولهم بالحماية الاجتماعية أيضا وافق عليها. وبزيارة وزير الداخلية الأخيرة أيضا أعلن على شمولهم بالضمان الصحي، لأنه هم فعلا يحتاجون أكثرهم إلى مراكز للعلاج الطبيعي في داخل دار الإيواء، ويحتاجون إلى مركز صحي ثابت من أجل الحالات الطارئة اللي يتعرضون إلها جد. وعلاجهم. دكتور هذا تعمم على كل دار الإيواء بكل العراق موجود لو فقط اللي جيتوا حاليا يعني الدار اللي زرناه، لكنه نعم. إحنا نتأمل أن تكون دراسة عن كل دار صح. المسنين بكل محافظات العراق، حتى تكون هناك يعني نوع من العدالة والشمول لكل احتياجات المسنين في كل المحافظات. هذه الحكومة لما وضعت في برنامجها الحكومي اهتمامها بهذه الطبقات، هذه أنت تتأمل فيها خير. إحنا يعني ليس فقط محتاجين خدمات، لكن محتاجين الرعاية. هذه الرعاية ويعني تشوف ذول المسنين شقد ما توفر لهم أمور أموال، هم ما محتاجين هذه الأموال قدر ما محتاجين الحنان. لما اليوم رئيس الحكومة يستقبلهم في القصر الحكومي صح. ويفطروا وياهم، الصور كان شعورهم أفضل من الهدية اللي ورغم هذا قدم لهم هدية مالية.
لكنه هذا الشعور والإحساس والجلوس والاستماع هذا في دافع معنوي. هذه المفردات اليوم محتاجها الكبير السن، محتاجها الطفل، محتاجها الشاب، لمن نقضي على الفجوة بين الحكومة وبين الشعب. الحكومة تجي من الشعب، فلا بد يبقى الترابط موجود ومستمر إلى نهاية الدورة اللي هي 4 سنوات. فشاهدنا في هذه الحكومة أكو ترابط حكومي وجماهيري. الحكومة ما مبتعدة، وجدت عدة وسائل. مسألة المستشارين، قد البعض يقول كثير من المستشارين فد أداة صارت بين المواطن وبين الحكومة، تنقل مقترحاتهم وأفكارهم إلى الحكومة من أجل تذليل وتسهيل الإجراءات الموجودة في مؤسسات الدولة من خلال اللقاء مع المواطنين بشكل كامل. أحسنتم دكتورة. دكتورة يعني هسه تحدثنا عن قضية الحماية الاجتماعية ورئاسة الوزارة، اليوم نتحدث عن قضية أخرى شاهدناها من خلال الشاشة. الكثير من الشخصيات ما تظهر انتماء الحزبي، ليش انت ظهرت انتمائك الحزبي وانت في بداية عملكم؟ يعني الانتماء الحزبي واضح، يعني كل اليوم هو البلد بلد ديمقراطي، بالتالي الكل منتمي إلى الأحزاب. لابد الإنسان أن يكون واضح أمام جماهيره، هو أداء الإنسان. يعني مرات الحزب يتعرض نتيجة أداء الشخص المنتمي لهذا الحزب، يتعرض الحزب إلى انتقادات من خلال أعضائه، من خلال نوابه، من خلال أعضاء مجالس محافظات. اليوم لمن هو قاعد يقدم خدمة، والكيان بالعكس راح أنا أفتخر أن أكون في هذا الكيان، والكيان يفتخر أن أنا أمثله في المؤسسات الحكومية. ما دام مشروعنا مشروع خدمة ومشروع بناء دولة، فلا بد أنه ما بها فتشي، هو الكيان إحنا نصعد من أجله حتى نمارس أداءنا الحكومي. فهذا الأداء الحكومي يبقى الكيان يراقب هذا الشخص اللي هو مكنه بهذا المكان، إذا أساء المفروض يعزله من هذا المكان، لأن هذا راح يعكس صورة سيئة عن الحزب. بنفس الوقت يعني هناك تكون يعني علاقة ترابطية. اليوم احنا في كيان ابشر يا عراق وكيان المجلس ما نعتبر روحنا حزب، نعتبر روحنا احنا يعني حزب جماهيري. عفوا دكتوره بس اقاطعكم، هسه نتحدث عن المجلس الاعلى الاسلامي، بس اخذ اتصال خطي المواطن حتى ما ينقطع. ابو علي من واسط، السلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ رضا كريم؟ علينا وعليكم، الله يتقبل الاعمال. ممكن سؤال اروح عليك دكتور سناوي وياك؟ تفضل. تفضلوا. صوتك شوي عالي شوي. عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. رضا كريم ان شاء الله. عليكم جميعا ان شاء الله، يعود عليكم بالخير. الله يسلمك عزيز قلبي. سؤال بروح عليك. تفضلوا. من حمال الطلاب قالوا هذا الشهر اللي شهر الرابع هذا ماكو؟ بلي. ما 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 طلعت وما ما ما عندنا كل اخبار. صحيح. ما اعرف ايش ان شاء الله راح يعطوكم باثر رجعي لثلاثه اشهر اللي انقطعت، ان شاء الله يعطوكم خلال هذه الايام، يعني قد تكون بعد العيد، انه تكون شمول بالمنحه يعني منحه الطلبه. زين. سؤال اخر تفضلوا. ابو 18 سنه، ابو 18 سنه كذا هيك، ابو الاعداديه مقبول يعني تشمل المنحه ما تشمل؟ هو اذا طالب مستمر يعني بالدراسه مشمول. اي مستمر، بس يعني هسه شو يقولوا له ب 18 سنه اراجع الرعايه؟ يقولوا له ما مشمول هذا ولا الرعايه الاجتماعيه عمر 18 سنه تنقطع، لكن المنحه لمن هو موجود طالب، لان احنا المنحه ننطيها يعني ليس فقط بالاعداديه، مستمره المنحه حتى بالكليه، بالتالي ما تنقطع للطالب بعمر 18. هو ست، هو سؤال هذا على 18 سنه مشمول يعني؟ اي بلي مشمول. بلي مشمول ومستمر يعني مستمر بالدراسه؟ مشمول. شكرا سيدي. يا اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك ابو علي من واسط، شكرا على اتصالك، ان شاء الله تكون الاجابه وافيه. عفوا دكتور راح نستمر على قضيه تعب. لا بعد اتصال ثاني. السلام عليكم، تفضلوا. مسلم ابو عباس من النجف، تفضل حاج مسلم. ابو عباس تفضلوا. الو
اسف انقطع الاتصال يا ابو عباس. ناخذ اتصال اكو يدق عندك تليفون حول اياه بسرعه. يا بصاهين اجاد لك المخرج. لا صعد صعد الاتصال. بلي. السلام عليكم ابو عباس. اليوم حظنا وياك مو حلو ابو عباس يعني بيقطع الاتصالات، يعني خلي وقف اتصال بس خلينا نكمل هذا السؤال ومن ثم نفتح الاتصالات ان شاء الله. عفوا دكتور سناء نستكمل حوارنا بقضيه بخصوص ال يعني هل هو من مثل يلا خلاص اجي اخذ التليفون ما يخالف، اهم شيء ما ينقطع ويا حج ابو عباس. تفضل ابو عباس السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك حبيبي؟ حبيبي الغالي الله يحفظك، الله يتقبل اعمالك وصيامك. رمضان كريم، علينا وعليكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يحفظك، ولو زحمك أريد الدكتورة سناء الموسوي الله يحفظك. وياكم دكتورة سناء تفضلوا. أهلا وسهلا بكم. دكتورة السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا أبو عباس. الله يحفظك أختي العزيزة ويمد الله بعمرك. الله يسلمك. إحنا ذوي الإعاقة المعوقين. بلي. يعني نطلب من حضرتك تسوي لنا فتشي على مود زيادة الراتب، والراتب ما يكفي وأنا عندي 5 أطفال. بلي. أنت يعني تأخذ معين؟ حال العاطلين عن العمل. بلي. اي والله اريد الزياده، قدمت على قطعه ارض مال ذوي الاعاقه صار لي تقريبا سنه ولهسه ما طلع اسمي. بلي. ان شاء الله. اي والله بركه الله وهذا شهر الفضيل 90 زياده الراتب، والراتب ما يكفي والله العظيم، تلزمه منها كل العلاجات وانا عندي شلل نصفي واخذ دواء مقوي. وين تسكن ابو عباس؟ يعني خصوصا المعوقين، يعني شريحه مظلومه، حيل مظلومه. بلي. وين تسكن ابو عباس؟ النجف. بلي. عندك معين؟ والله قدمنا على معين تونا. زين. وطلع اسمنا ورحت للجنه الطبيه وكتبوا لي انه مستحق معين متفرق، وقالوا ان شاء الله انتظر هذا الشهر او الشهر اللي يجي يكمل معاه مثل معين. زين. وان شاء الله اللي يعين الله سبحانه وتعالى ووجود الدكتور ان شاء الله. ممنونه. اذا تترك رقمك ابو عباس جميعا. اذا رقمك ناخذه من عندك شلون يم المخرج او ناخذ رقمك حتى نتابع مساله المعين بسرعه حتى ما يتاخر. بنفس الوقت انت تعرف راتب المعين راح يتغير يصير 250، بس مجرد البرلمان يعني ما اعرف ليش وضعوا القانون في جدول اعمال لكنه ما تم مناقشته والتصويت عليه، بس مجرد يقر من مجلس النواب راح يكون راتبكم 250 المعين راح يزداد، وبنفس الوقت احنا نساعدك وايضا نقدم لك بعض المساعدات اذا ناخذ رقم تليفونك تثبته. احسنتم. دكتور خذوا تليفونك عشان يكثر، بارك الله فيك جزاك الله خير. نعاود الحديث عن الموضوع، تفضل دكتور. بالنسبه الى موضوع شنو اللي سألتني عليه؟ مجلس الأعلى. ليش أنت؟ يعني هي الكتل السياسية كلها محترمة، يصعدون من عندها بعض يعني الشخصيات لممارسة دورهم أدائهم بالانتخابات، لكن هذا يبقى أنا يعني أنا بنظري يبقى على هذا العضو بعض الأعضاء ويبقى أيضا على الحزب، كياننا ككيان مجلس أعلى ما فرض علينا في كل مسيرتنا من 2005 لحد هذا اليوم، ما فرض علينا أنه إحنا ما نصوت إلا برؤيته، ما فرض علينا بعض الضغوطات اللي يفرضوها الأحزاب، لهذا بقينا ثابتين في هذا المكان. أنت حر، أنت تشوف الموضوع تقتنع به يطرح في مجلس النواب، أنت حر نفسك. أنا أتذكر عدة مرات كنت يعني أتصل بسماحة الدكتور همام حمودي يقول لي تكليفك الشرعية تتحددي بالجلسة، لا تسأليني بقضايا الأمور، احنا نتوحد في القضايا المصيرية قضايا البلد قضايا، لكنهم بقى يعني بقية الأمور تترك للشخص هو يقدرها، فتعتمد نجاح كل حزب يعتمد على الأشخاص اللي يستهدفهم ويستقطبهم ويظهرهم للجمهور كيف يقدمون خدمة للمواطن، ما يسدون تليفوناتهم، يبقون مساعديهم، متواصلين وياهم، متعايشين ويا المواطنين، بالتالي لما
لمن أنا صاعدة في كيان ما فرض علي ضغوطات، صح. ما جعلني أتحزب إلى جهة معينة، بالنتيجة باقية بهذا. وأفتخر أقول أنا من هذا الخط، وهذا خط مرجعي، وخط بي شهداء، وخط بي دماء، وخط جاهد وناضل من أجل تحرير العراق. بالنتيجة أنا أفتخر به، وهو بالتأكيد يفتخر بعملي، بنزاهتي، بوقفتي، بتعاوني ويا الناس. فأكو هناك علاقة وطيدة بين يعني بيننا وبين الأخوة القياديين في الكيان هذا. أحسنتم دكتورة، ولنا شرف الانتماء بالتأكيد. يعني دكتورة سناء، القروض، ناس تسأل على القروض بخصوص الحماية الاجتماعية، وين وصلت قضية القروض؟ بالنسبة يعني احنا جينا فكرنا، اكو شباب لديهم مهن، لديهم حرف، لكن ما عندهم امكانية، بالتالي اليوم احنا نحكم عليهم عندما نعطيهم هذا راتب الحماية الاجتماعية. وقانون الحماية الاجتماعية ما قاعد يصير له تعديل، حتى بالتالي اليوم تشوف انت اللي يشتري له سيارة يطاردون وراء، وبالتالي ينقطع الحماية الاجتماعية. لابد ان نوفر له قرض ميسر اللي يستطيع ان يؤدي يعني يقيم لفد مشروع، وهذا المشروع بالتأكيد راح يعملون معاه كثير من يعني الشباب، يكون فد مصدر رزق وتوفير فرص عمل لآخرين. لكنه احنا اليوم عندنا مشكلة بالقروض، المشكلة هو الكفيل. واكتبنا عدة أشياء ومقترحات، لحد الآن ما قاعد نخلص من هاي مسألة الكفيل، مسألة صعبة. المقترض بدأوا يبتزوه حتى يكفلوه، هو هم حق الكفيل، لأن مرات المقترض ما يسدد وتقع براسه، يقول لك أنا شنو ذنبي. يعني هي اثنيناتهم، لما تجي تسأل الكفيل تلقى حقه، تسأل المقترض هم تلقى حقه. الكفيل ما يجوز أن يكفل مرتين، يعني هذه المسألة نخلص من أجهة. المفروض تصير الكفالة على المشروع إذا كانت يعني، أو مثلاً احنا نسوي فد شركه وهذول الشباب يكونوا المساهمين بهذه الشركه، بالتالي افكار جميله وكثير من الافكار طرحتها على العتبه الحسينيه، باعتبار العتبه الحسينيه مشاريعها وبقيه العتبات العفو ليس فقط الحسينيه مشاريعهم ناجحه. انتوا تردون اموال، مشاريعكم ناجحه، تعالوا احنا ندخل وياكم شباب يكونون مساهمين، المشروع مالتكم كل ما يكبر هم أسهمهم أيضا تكبر. نحول هذا الشاب العاطل عن العمل من تاجر وعد أسهم في شركات رصينة اللي موجودة في العتبة أو في وزارة الصناعة وبقية القطاعات الأخرى. خلينا نفكر بهذا التفكير. مرة إحنا ننطي الشاب، تعرف القروض صارت 20 إلى 50، صح. هذا الشاب أطي 20 أطي 30 قد ما عنده تجربة، فعلا. يأخذ المبلغ يخسره، وبالتالي تبقى الحكومة الطلبة، قد احنا بدل ما جينا نساعده نجي قد ينسجن، لانه ما انا ما اريد اعرض الشباب لهذه المرحلة لهذه الحالة. شلون احميه واحمي مشروعه؟ القانون مالت العمل ربطوه بالقرض، اليوم الشباب ايضا يعانون من مشكلة. انا اخذ قروض لازم اضمن 2 من الشباب، اذا اخذت 30 اسجلهم ضمان اجتماعي وأدفع، بالتالي هذا الضمان لما أسجله هو حقوق عامل قاعد يعمل هنا، لكن يقول لك أنا في بداية هذا العمل مات المشروع، بعد ما أنتج وأنا يكون أسدد على كل شخص 60,000 أو أكثر أو أقل للدولة كضمان، أنا عندي مشكلة هنا. يناقشونا كثير من الشباب، لكنه يعني فكرة القروض أكو عندنا مشاريع ناجحة الشباب أقاموها خصوصا في بغداد، مسألة الحاضنات الأعمال ومسألة مشاريع القروض. وإذا تجد يعني الدراسات تتابع جدول اقتصادية لمشاريع كلش يعني مفرحة. فاليوم الشباب بدأوا يفكرون بدل ما يجي فقط يريد يسجل إعانة اجتماعية توجه، يعني هذه الدورات مشروع ريادة ومشروع وزارة العمل فتح آفاق كثيرة عند الشباب كيف يبتكرون ابتكار مشاريع. لا وجدتوا أكو قفزة نوعية صارت صار واية باعتبار هسه نسدد تقديم على القروض، لأنه صار أعداد كلش كبيرة. وإنت تعرف بالموازنة 400 مليار اللي إحنا واضعين للقروض، لكنه نتأمل إذا صار التحول إلى المشاريع أن تزداد القروض في الموازنات، لأنه راح يصير عندنا تنمية اقتصادية ويصير عمل
وهم يبدون يسددون هذا فعلا. يصير فرد مبلغ. فمسألة القروض مهمة، يعني احنا عندنا هسه ريادة 183 ألف شاب وشابة مسجلين ما شاء الله. بالإضافة أنا اقترحت على دولة الرئيس، أرسلنا مقترح أنه الطالب أثناء دراسته الجامعية صف ثالث صف رابع خلينا ندربه، لنخليه لأنه هو قد يعني ينشئ مشروع من ضمن اختصاصه وأساتذته موجودين مشرفين عليه، خلي أنا أنطيه قرض هو وطالب، أدربه هو وطالب، أساتذته مشرفين عليه، بالتالي من يتخرج أنمي الفكرة، أنمي ما يتخرج هو مغلق دماغه بس يريد تعيين. والتعيين هو تكسير للشاب، شاب طاقة. يعني احنا اليوم البلد عندنا ثروة وطنية اللي هي عندنا موارد بشرية موارد طبيعية، هاي الموارد البشرية اللي هم الشباب ثروة العراق، هاي بغير دول يستفادون من عندهم يستثمروهم طاقة. احنا اليوم معطلين، يعني جانب الاقتصادي عندنا مع الأسف مشاريعنا الصناعية هسه بدأت شوية تتحرك تأخذ النور، يعني في هذه الحكومة مثل ما يذكرون أنه هذه الحكومة هي حكومة شاملة كافة القطاعات، تشوف بدأ التغيير، بدأ هاي الدورات التنمية البشرية. أنا رحت زرت أحد يعني مراكز التدريب في بغداد، تدري مراكز التدريب انفصلت عن وزارة العمل، صارت ويا المحافظة ويعانون كثير من المشاكل. كتبنا كتاب انه نرجعها لان هي يجب ان تكون مرتبطة ويا القروض. فلما نتخلي تطرحت لهم مشروع قلت لهم يابا اذا فاتحنا احد الجهات سواء كانت وزارة الصناعة وزارة الزراعة او مثلا العتبات انه انتوا تاخذون القروض يصيرون مساهمين، قالوا لا احنا عندنا افكار، احنا نريد نقيم مشاريع، احنا طرحوا عده مشاريع. شفت عندهم تغيير نتيجه الدورات اللي دخلوها والتدريب، صارت هم عندهم ثقه بنفسهم، يقول لك انا اريد اقيم مشروعي وانا اتحمل مسؤوليه. هيك امر انت تفرح لما اليوم بدا تفكير الشباب يتغير، بعد مو فقط يريدون وظيفه او يريدون اعانه اجتماعيه. هذا الموضوع ان شاء الله بالايام المقبله او يعني السنوات القادمه راح تلمس ثمار اكثر. يا الله ان شاء الله. عفوا دكتوره، لان تحدث يمكن المتصل من النجف الاشرف ابو علي ما اعرف ايش ابو عباس حول لو الاحتياجات الخاصه، فعلا يحتاج الى عنايه واهتمام كبير لهذه الشريحه. ايش اولو اهميه لهذا الموضوع؟ يعني هذا يحتاج تغيير لقانون الحماية الاجتماعي. يعني أنا اليوم المعاق أنطي نفس راتب العاطل عن العمل، العاطل عن العمل يتحرك هم يشتغل صحيح، مو يعني فدنوب ما عنده أي فرصة عمل، بينما المعاق ما يقدر يمارس أي دور أي عمل. أنا قاعد أنطي نفس راتب العاطل عن العمل، يعني إحنا ردنا أنه الراتب المعاق يتغير لازم يتغير القانون مالت الحماية الاجتماعي. أطلبنا أنه المعاقين يتحولون كلهم في الإعاقة، واجهتنا عدة يعني عقبات، فبقى المعاق موجود في هيئة الحماية الاجتماعية لكن المعين موجود في هيئة ذوي الإعاقة. المعين شلون يعني صار؟ يعني هو المعاق المفروض موجود نفسه ويبقى بنفس العمل مكان العمل، المفروض صح. موجود بهيئة ذوي الإعاقة هو والمعين، هو المعين بالتأكيد. يقول لك مره هو رب اسره، اسرته وين تروح؟ اسرته وين تروح؟ المفروض المعاق انطي راتب يعني مجزي، ما اخلي راتب حمايه اجتماعيه وحتى انا ادور افكر باسرته، لا هو اعطي راتب لاسرته كامله قطعي. وما اقدر يعني انطي معين، احنا عندنا مشكله حتى بالمعين، بعض الاسر ما عندها معين، يعني تروح تاخذ الجيران يسجلون، عندهم مشاكل راتب ما ينطوهم اياه، يقولوا ماذا انا اخذته؟ صدر لي كيكار. يعني المفروض هاي تنحل المشكله، كثير من الحالات لا عندنا لا. يعني انا المفروض المعاق والمعين اخليه براتب واحد هو له، انا معاقه راتبي تعطوني اياه الي معين وراتب حمايه، انا لمن اريد احط معين؟ انا انطي اقول له ساعدني وديني. بينما احنا لا، حتى هسه بهذا القانون الجديد رغم ازداد الراتب مثل ما اقر مجلس الوزراء صار 250، كان 170 صار 250. هاي امتى قرار؟ قبل فتره شهر، وموجود في قانون ذوي الاعاقه تحول الراتب
من 170 الى 250 الف بعدين. لا لما يصير اقرار لقانون من قبل مجلس النواب راح واضح ايه، بس هي تعديل هاي الفقره ممتاز. بالقانون تم تعديلها فنشوف احنا هذه ال 250 لما راح تجي وانا انطيها الى شخص خارج اسره هذا، وجدنا حالات هو مثل بالنجف والمعين مات ببغداد ليش؟ وهي مخالفه قانونيه بس لانه ما عنده احد من اسرته يضطر يعني يهيئ له معين. فالمفروض لا، المفروض هو كيكارد يصير واحد يستلم راتب حمايه وراتب المعاق حتى يستطيع ان هو يعني يستفاد من هذا المبلغ. تحدثنا بثناء حديث كان تناولك الى موضوعات العاطلين عن العمل، هاي الجيوش وكذا، فعلا نسيتي من باب الناس اتجهت للوظيفه ان اخذ صارت عندنا جيوش، وهذا من حق المواطن العراقي ان ياخذ له اموال راتب شهري مقابل عمله، لكن هل هو هذا الحل النهائي في الحكومه العراقيه؟ راح تتكدس عليه بدل ما تصير موازنه استثماريه راح تحول موازنه تشغيليه باتجاه سد عجز الرواتب الشهريه للموظفين. لكن المواطن العراقي يقول لك انا اعطيني في وسيله اخرى ضامن حقي، مثلا اشتغل انا بالقطاع الخاص، من اطلع من اكبر اكو تقاعد عندي اهلي، ترى هو الناس ترى تريد المعلم الراتب الحكومي بين. لان احنا تعرف اكو عندنا تفاوت بالوزارات، وزاره النفط تطلع راتب اعلى من كل الوزارات، هذا التفاوت موجود بعض الوزارات راتب متدني. فالموضوع اقول لك انا اذا طلعت كبرت وصار عمري مثلا اتجاوز الستين، انا انطي لاولادي تقاعد، مين احمي عائلتي؟ فلابد ان يكون هناك تقاعد. هذا تطبق على قانون الضمان، طبق على بانه نقابه العمال ان سوت قاعده بيانات وتطلع رواتب تقاعديه بالاتفاق مع وزاره العمل، اكو شي نظام عندنا لو ماكو شي دكتوره؟ انت تعرف صار قانون ضمان اجتماعي، هذا القانون الضمان يعني قانون مهم لاول مره يعني ياخذ العامل استحقاق نفس ما المواطن يعني نفس الموظف، وبالتالي صار اكون منتظم وغير المنتظم، يعني غير المنتظم ايضا سائق التاكسي اللي عنده بصليه اللي عنده مثلا عامل بنه هو يروح يسجل اسمه بالضمان الاجتماعي ويدفع عن نفسه حتى يضمن اي تعرض الى لا سامح الله الى اي اصابه يعني هذا مضمون حقه، يطلع تقاعد اكو نسب، بالاضافه الى انه محددين السن القانوني الى للتقاعد، محددين المبلغ ايضا. انا اشوفها فرصه حتى للشباب اللي يتخرجون من الجامعات، اليوم الشاب من يتخرج اكثرهم يشتغلون بشركات، يشتغلون ينتظرون التعيين، خل اروح اسجل نفسي بالضمان، هاي خدمه تنحسب لي جزء بعد 5 سنين احصل الوظيفه، ادي 5 سنوات خدمه تنضاف لي. أها. فهذا المفروض كلهم يفكرون بهذا الموضوع. الضمان يعني الضمان داخل وزاره العمل، وزاره العمل وزاره العمل، فمن يسجل بالضمان الاجتماعي بالتالي هو ضمن حقه هاي ال5 سنوات 3 سنوات صح. هو عدى خدمة، أيضا صندوق الضمان راح ينمو بالتالي راح يقدم خدمات لآخرين أيضا طبعا. فبالنسبة للقطاع الخاص هذا الموجود، إحنا في هاي الظروف يعني ما عدنا مشاريع ذاك المشاريع الاقتصادية صح. اليوم الشاب يحتاج أحد يحتضنه، يعني أنا حتى الرعاية هسه إحنا مو ننطي 1,152,000 أسرة بالشهر، أسرة يعني تقريبا احنا بال8 ملايين قاعد ننطي او 8.5 فرد راتب اعانه اجتماعي، لكن لما تجي في ظروفنا هذا هو هذا الحل، ما عندنا فرد حل، شنو الحل؟ لو نعينهم لو انه نساعدهم في شيء يعني من باب العداله الاجتماعيه، يعني اكو ناس موظفين زين هذا المو موظف شنو؟ مننا احنا ما موفرين الكهرباء، اكو عندنا مولدات يعني احنا ننطي مرتين كهرباء ندفع اجور مولده وندفع للدوله صح. من باب ما موفرين سكن، قاعدين اكثر العوائل بايجار، وانت قاعد تعرف الايجارات شلون قاعد تزداد، يعني ازمه صح. السكن ما قاعد تنحل عندنا، بالعكس قاعد تزداد وتتعقد، يعني العقارات ما كانت بهذه الاسعار بدت تصعد ببغداد، هسه تاثرت حتى بالمحافظات بدت تصعد، بالنتيجه اليوم المواطن يعاني الامرين، يعني المن ينطي وين شلون يشتغل المن ينطي، بالتالي هذه الإعانة الاجتماعية مسألة بسيطة يعني اللي قاعد نقدمها نعتبرها فشي بسيط
انه نساعد به المواطن، لكنه نتامل بالسنوات وبالتخطيط الاستراتيجي للبلد انه تكون نهضه اقتصاديه لمشاريع تنمويه حقيقيه، خصوصا راح يصير عندنا طريق التنميه، راح يصير عندنا الصناعه تهيئ مشاريعها وتطورها، مصادر راح تنفتح بالتالي احنا نتامل بالخطط الجديده الموجوده. يعني البرنامج الحكومي بكثير من المشاريع وبكثير من التنميه، فنتامل انه احنا مستقبلا البلد يكون غير شكل، الاعانه الاجتماعيه تبدي تقل. حتى انا سوينا كتاب ارسلناه لدوله الرئيس انه يصير تاكيد على الساده المحافظين، على الوزراء، انه احنا شلون يخرجون الناس الموجودين في قاعده البيانات الموجوده بالحمايه الاجتماعيه. كذلك منصه مهن، لما اطلق السيد وزير العمل منصه مهن، الناس عندها ثقه راح تسجلت. شنو مهن؟ هاي كل واحد عاطل عن العمل يريد له مهنه، يريد له فرصه عمل، يسجل في منصه مهن. هاي منصه مهن على الساده المحافظين، عندهم هيئات اعمار، عندهم مبالغ تنميه المحافظات، راح تصير مشاريع. خلي يجون ياخذون من منصه مهن يفرضون على الشركات، شركات مو تريد مهندسين، شركات مو تريد عمال، خلي ياخذون حتى تصير ثقه اكو بين الحكومه وبين المواطن. لما اجى سجل مو سجل وبقى قاعد بالقاعده بس مسجل، خلي نفعله، خلي يجي يسحب. صار عليه مقبال كبير مثلا هذه المهن؟ مهن بلي، اعداد كبيره مسجلين. يعني انا المفروض اليوم اي صاحب محل بدل ما يروح يجيب لعمالة أجنبية يريد عمال، خلي يجي ويا وزارة العمل، عندي منصة بيها شباب وشبيب نقابة العمال، أتريد أدربهم؟ أنا عندي مراكز تدريب، مطاعم قاعد تدخل تلقى مو عراقيين فعلا، ما أدري شنو تروح تلقى مو عراقيين، مولات مو عراقيين. ليش؟ أبنائنا بحاجة إلى العمل، أكو قانون ضمان اجتماعي هماتين يضمن حقهم. أنا أولا الأجنبي هم أنطي ضمان، تمام زين. قاعد مبالغ وزارة العمل قالت 12 مليار دولار مبالغ للعمالة الأجنبية بداخل العراق. ليش؟ احنا في ظرف حاليا، يعني احنا لما يزيد عندنا يلا نجي مثل السعودية وغيرها تجيب عمالة أجنبية. اليوم احنا شبابنا باقين يردون فرص عمل، انا ما استكفيت حتى اجيب عمالة أجنبية، لما استكفي مثل السعودية وغيرها، مثل ما تروح كل الهاي تلقاهم مو سعوديين بالمولات لكن اليوم انا لا، ابنائي شبابي باقين ما اكو، خلي اجي استخدم هذه المنصه اللي اطلقتها وزاره العمل، تردون تدريب ادربهم بمختلف. حتى احد مكاتب المراجع عرض علينا قال يعني احنا نريد نحل مساله الشباب وعمالهم، تعالوا انتوا عندكم منصه نقرا عنها منصه مهن، هذه المنصه بدل ما هذا التاجر يجيب له عامل اجنبي خليه ياخذ له عامل عراقي. قلت له انا مستعده اي اجتماع التجار نجيب الناس المختصين بوزاره العمل نتحدث وياكم، يابا ترى عندنا ناس مسجلين بالمنصات، عندنا بقاعده البيانات، تعالوا اخذوا من عندهم، وشنو هو الاتفاق اللي يصير؟ شلون انتم تتفقون ويا العامل الاجنبي؟ والعامل الاجنبي ترى ياخذ اكثر من العراقي. ياخذ اكثر من العراقي. بالنتيجه يجب يكون انه توجه اصحاب الشركات والقطاعات الخاصه الى وزاره العمل ويكون هناك تعامل اكثر. احسنت وجزاك الله خير. دكتوره سناء، يعني سؤال اخير لان وقت البرنامج يعني وصلنا الى نهايته. يعني بما انه انت قريبه على مصدر القرار في مكتب رئيس الوزراء، وانت دائما ما اشوفك مع دوله رئيس الوزراء في اكثر من محفل، هل هناك توافق يعني حكومي مع الرؤى المواطن العراقي؟ يعني اكو شيء يحسه ملموس، اكو بارقه امل، اكو يعني احنا مرينا بمجموعه بحقب زمنيه بها عده رؤساء وزراء ووزراء مرت على العراق. اكو رضا نسبي للامانه، اكو رضا نسبي بالشارع العراقي على رئيس الوزراء بخصوص الاعمال. هل هي فعلا هو هذا الجسر، اسوي لك جسر وكذا، هي هاي الحكومه العراقيه، هذا المنهاج الحكومي، هذا الكذا مليار موازنه لمده 3 سنوات، رايكم انتم؟ يعني مثل ما الحكومه ليس فقط مثل ما ذكرتوا انه مساله جسور وبناء جسور، هذا المواطن دي يحكي دكتوره سناء، مو انا، عفوا المواطن دي يقول
العفو المواطن يذكره. لا بالعكس، انت شوف تلاحظ دولة الرئيس قاعد يركض مركض الجميع، مركض وزراء، مركض محافظين، مركض مستشارين، حتى المجالس التشريعية أيضا لما يشوفون على رأس الحكومة للنهار اجتماعات، للنهار قرارات ومتابعات. شوف هاي مسألة الجسور، أكو جسر بالناصرية ذكر لي أحد الأخوان من 2010 لحد هذا اليوم ما منتي ما مخلص. ليش؟ شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ أكو جسر بالنجف انفتح قبل فد شهرين، هم إذا ترجع عليه تلقى من 2010 من 2012. صحيح. ليش هذا التلكه وليش هذا الجسر؟ المتابعة الدقيقة من رأس الحكومة على هو المواد موجودة، الحمد لله نفس المبالغ اللي أعطيت لكل المقاولات هي نفسها يعني موجودة بسيولة، السيولة موجودة، المهندسين موجودين، الرقابة موجودة، التشريع موجود، سواء كان مجالس محافظة سواء كان برلمان أن يراقب هذه المشاريع. الإطار بكامل ساند رئيس الوزراء. زين ليش ما أكو ذاك الإنجاز السريع بينما هسه نشوف أنشئة الجسور وافتتحت خلال 200 يوم؟ الحكومة اليوم نزلت إلى أبسط يعني مرحلة، نقول هذا مو شغل رئيس وزراء يتابع جسر. مو شغل رئيس وزراء، لكن رئيس الوزراء مضطر في هذا الظرف أن يجي تابع. مبالغ موجودة، مهندسين موجودين، إنجاز ماكو. الجسر اللي أبو 2010 بعد شهر راح يفتتحوه نتيجة التدخل رئاسة الحكومة وإشرافها على جسر في الناصرية راح يفتتحوه قد بعد شهر، يعني بدل اكتمال بيه. هذا البطء وعدم المسؤولية والشعور بالمسؤولية مع الأسف هو سبب عندنا تلكؤ بالمشاريع، اندثار بعض المشاريع، واصبح سلوك واصبح يعني انتقادات من قبل الجماهيريه. ليش الشعب ينتقد بالحكومه وما يلتف حولها نتيجه هاي المشاريع المتلكئه؟ صحيح. الفساد الموجود به اليوم، انت تشوف مكافحه فساد، شوف بناء مستشفيات وافتتاح مستشفيات ومراكز، والجانب الصحي بدات يعني يتغير، تجد المدارس بدات انشاء مدارس موجود بها، طرق تبليط بعض المناطق الريفية، المناطق الريفية انتظر تصير يعني بنى تحتية، إذا ما صارت أنا أبقى 10 سنين كون بالشتاء بالطين. صح. وبالصيف التراب علي، أنا عندي نفط وعندي إسفلت، خل أبلط هسه، خلي أعيش المواطن في 5 سنين 6 سنين صار الجودة القدمي، خلي أفتح بابي ألقى الباب مبلط قبالي شوية أفرح. يعني كثير من الناس كانوا يتأملون وتوفوا يتأملون تصير حكومة تصير فلان شيء، فأنا أقول إحنا العمر محدود، خلي أنا أبدي أستثمر كل وقت، أستثمر كل جهد. فالحكومة ببرنامجها الحكومي إذا تشوف تتابع كل الوزارات، شوف وزارة التعليم العالي وين وصلنا إحنا، ترى التعليم العالي قاعد يركزون على أشياء بس التصنيف جامعة بغداد وين وصلت، البحوث إيش قد وصلت عندنا، بقية الوزارات الأخرى اليوم شوف السيد وزير التعليم العالي كرم 3 جامعات أهلية اللي وصلت إلى التصنيف، بقية العمل البحوث إحنا لن نجي نباوع بس الجسور، لا أباوع وزارة العمل، أباوع التعليم، أباوع الاتصالات، أباوع جامعة العلوم الإسلامية بالنجف الأشهر وغيرها عدة جامعة ثلاثة، المستقبل والعميد، جامعة العميد في كربلاء، فهذه جامعات اللي صار عليها تسليط الضوء. أنا أجي أشوف الوزارات اللي صار بيها نتيجة متابعة الحكومة صار عندنا إنجازات بكلها. بالإضافة إلى هذا إحنا عندنا جروب اسمه واحد حكومة تواصل، هذا حل آني لمشاكل مواطنين، شؤون مواطنين يعاني من مشكلة يريد علاج خارج العراق. أنت تدري وزير الصحة كل 4 قابل مواطنين دول علاج خارج العراق بسهولة، كان قبل ما تسمع. صحيح. هذه الامور كلها تؤدي الى انه حكومه الخدمات ليس فقط يعني مثل ما يقول المواطن جزء من كل شيء. اشكركم. انا اطرح عليك مقترح. بل باعتبار انا من 2005 اقابل مواطنين، بل فمشروعك وبرنامجك انا اتمنى يكون
أقابل مواطنين من خلالكم وأحل مشاكلهم الآنية. يعني نبدي نستمع فقط لاتصالات المواطنين بل. وهذا الكلام قد سامع المواطن لكن يريد حل مشكلته، فمن خلال برنامجكم أنا مستعدة أن أكون ضيفة، سواء تحبوني بين حلقة وحلقة تحبوني الشرف. حلقات مستمرة أن أنا من خلالكم أحل مشاكل المواطنين، أخذ مشكلتهم قد آنيا ما أقدر أحلها لكنه أروح أتابعها وأحلها بمشروعنا الجديد اللي هو بناء الدولة ومشروع التنسيق الحكومي وتسهيل الإجراءات الحكومية إن شاء الله للمواطن. بكم أن نعمل على عرق مقتدر إن شاء الله. شكرا دكتورة سنان الموسوي، لنا الشرف أن تكون ضيفة دائمة لنا. أشكركم وبالتأكيد ما بعد العيد لك سوف يكون لنا لقاءات طويلة إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتورة سنان الموسوي مستشارة رئيس الوزراء شؤون الحماية الاجتماعية. شكرا لحضورك. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، أكرر شكرنا وتقديرنا للدكتورة سناء لحضورها وكل هذه الإجابات كبيرة. سوف نستعين بها إن شاء الله بعد العيد مباشرة بحلقات سوف نتفاهم عليها، إن كانت بين يوم بين أسبوع أسبوع بين كل شهر مرة نشوف، لأن بصراحة حضورها جدا مهم أن تكون هي الرابط ما بينه وبين رئاسة الوزراء بحل قضايا الناس. إذا مشاهدين كامل التقيكم السبت القادم بإذنه تعالى في تمام الساعة 9 مساء مع برنامج بخدمتكم. ألتقيكم بإذنه تعالى. تقبلوا تحياتي، أنا معد ومقدم للبرنامج حازم الحربي، في أمان الله وحفظه.